باشمهندس حضرتك اللي اخترت جاريدو تحديدا، ويمكن كان عندك سيفيهات كتير جدا لمدربين اجانب، واكدت على انه افضل سي في موجود عندك او افضل مدرب ممكن يكون اجنبي موجود في الفتره الحاليه، الثقه دي حضرتك جبتها منين؟ والله الكلام ده من السي في، يعني اولا انا ما اخترتوش لوحدي، يعني انا لا املك ان انا اختار لوحدي، انا اخترت هذا المدرب بالتشاور مع فنيين كتير جدا وكرويين كتير جدا، واتكلمنا كتير في الموضوع ده، وكان عندنا اكتر من 35 40 سي في. كان هو المدرب الوحيد اللي له ترتيب على العالم بالمناسبه، يعني انا احب اوضح النقطه دي، كان المدرب الوحيد اللي ليه ترتيب على العالم كان خوان كارلوس جاريدو. السي في بتاعته المدرب اللي اعتقد انه ده اول مدرب بيجي مصر تحديد، يعني بقى في المطلق اول مدرب بيجي مصر درب فريق في دوري زي الاسباني، اقوى دوريين في اوروبا، ويوصل بالفرقه بتاعته للمركز الرابع، اعتقد ان ده اضافه قويه جدا، كونه لم يوفق في اخر فرقه اللي هي ريال بتشتغل معاها، انما هو وفق تماما مع فيلا ريال، وفق تماما مع بروج البلجيكي، لعب في اليويفا تشامبيونشيب، راجل عمل كوتشنج قدام مورينو وبينيتز وانشيلوتي، ويعني راجل السي في بتاعته سي في قويه جدا، وهو ده اساس اختيار اي حاجه، انت لما بتجيب مدرب بتجيبه على سي في، ما بتجيبوش على حاجه. بالامانه كده يا باشمهندس، بالامانه كده يا باشمهندس، ما قلقتش في الفتره اللي هو اتخرج فيها من كاس مصر والاداء كان مهزوز شويه، ما قلقتش ان الاختيار ده ممكن يكون اختيار غير صائب؟ لا اطلاقا اطلاقا، لانه اعتقد انه الاختيار نفسه في حد ذاته فهو صائب او صائب، ده توفيق من عند ربنا، بيبقى وائل تمام، ممكن تجيب احسن مدرب في العالم وما يعرفش يشتغل مع الفرقه، مظبوط، ممكن تجيب مدرب متوسط ويعمل شغل كويس قوي مع الفرقه، هو التوفيق ده من عند ربنا، والشغل والمجهود اللي بيبذله هذا الرجل اعتقد ان انت تقدر تعرف كمان من اللعيبه ومن الجهاز الفني مدى أهمية الراجل ده في الفترة الحالية اللي بالنسبة لي.